موقع يمن مونيتور ركز على منع السلطات السعودية المقيمين اليمنيين من الدخول إلى أراضيها، وتطالبهم بشهادة تلقيح لجرعتين من الجانب اليمني أو توفير التطبيق السعودي توكلنا والتحصين كشرط لعبور المنفذ. ويضيف الموقع أن تلك الإجراءات تسببت بقلق كبير لدى المسافرين اليمنيين خوفا من إغلاق المنفذ بسبب الموجة الجديدة لفيروس كورونا. وبحسب إفادة بعض العالقين اليمنيين للموقع، فقد تم إعادة كل من ليس محصنا ومنعه من الدخول عبر المنفذ، ويتم السماح بدخول المواطنين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا وأن يأخذ الجرعتين، بحيث تمضي على كل جرعة 14 يوما مع إلزام المغادرة بإحضار شهادة معتمدة.